الحارس ابراهيم نطف الله محاوله لمصلحه العنابي، مين ممكن ان يتقدم؟ كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، راسيه يرتقي يرتقي امام الكل ويضرب ليسجل اول الاهداف بطريقه في غايه الروعه. على على يعلو 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 ويضرب كره في شباك لطف الله ويسجل اول الاهداف لمصلحه العنابي بكره من ركنيه ملعوبه باقدام محمد وعد على راس احمد علاء. جميله جدا، حلوه جدا، رائعه جدا. هذه 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 اوه الله 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 الله. عيني عيني على الارتقاء وعينك على الارتقاء، عينك على الارتقاء. يرتقي ويضرب ويسجل اول الاهداف لمصلحة العنابي في شباك لطف الله. هدف راسي ياتي الان. لاعب في النسخة الأولى، في النسخة الأولى خالد بلان هو من فاز بجائزة أفضل لاعب. كرة لمصلحة المنتخب البحريني، عرضية داخل منطقة الجزاء، يأتي التعديل بكرة من كوميل الأسود، كوميل الأسود يسدد ثم اصطدمت وتغير اتجاهها ودخلت إلى المرمى ليعدل المنتخب البحريني الآن ويعود بنتيجة المواجهة، يعود بنتيجة المواجهة بعد كرة من ركلة ركنية أيضا لعب الكرة واصطدمت وتغير اتجاهها ودخلت إلى شباك الحارس مشعل برشم. البديل البديل لإليو سوسة، البديل لإليو سوسة. هذه الكرة هذه المحاولة وهنا التسديدة بالقدم اليسرى صدمت ودخلت إلى الشباك عن طريق كوميل. وعد 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 محمد وعد يغير اتجاه الكرة إلى المرمى ليعلن عن التعديل. نعم يعلن عن التعديل لأرضية الملعب. ركنية على يسار حارس المرمى مشعل برشم، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية لكن وبعيدت، رسالات مستمرة وقائمة، تغطية وإبعاد، تسديدة تأتي، أوهو مطالبة بوجود ركلة جزاء، مطالبة بوجود ركلة جزاء، ولاعبو المنتخب البحريني يطلبون من حكم المباراة، الحكم المباراة الأوزبكي تانتشي. انتظار القرار النهائي. هو اتخذ قراره، خلاص خلاص اتخذ قراره، اتخذ قراره، اتخذ قراره، اتخذ قراره. وبالعودة إلى تقنية الفيديو، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب البحريني في الدقائق الأخيرة بوجود لمجة مشعل بخبرة أوروبا في مواجهة خبرة لاعب قادم من كأس العالم. وهو يسجل عبد الله ويعطي التقدم للبحرين، يعطي التقدم للبحرين بالهدف الثاني من علامة الجزاء، من علامة الجزاء يسجل عبد الله يوسف ويتقدم المنتخب البحريني الآن بهدفين مقابل هدف واحد. هذه الكرة بخبرة كبيرة جدا وبتعامل مثالي أيضا وضع الكرة في شباك الحارس مشعل برشم وأعطى التقدم لمصلحة المنتخب البحريني. هذه الكرة هذه المحاولة واللقطة بعد ذلك إلى شباك الحارس مشعل برشم تعلن عن هدف آخر يأتي لمصلحة المنتخب البحريني. 2-1 2-1 للبحرين. عادت البحرين بخطأ من بكرة تغير اتجاهها، تسديدة من كوميل الأسود.